إن شاء الله راح نتكلم عن سقوط الحبل، بقايا الحبل السري غالبا في اليوم العاشر أو الحادي عشر بعد الولادة. يسقط الحبل السري بعد الاهتمام الدائم من تنظيفه لكي لا تتراكم المخلوقات الدقيقة في هذه المنطقة. ولكن ماذا لو لم يحدث هذا ولم يسقط هذه المنطقة؟ ماذا لو تأخر سقوط الحبل السري؟ أن تأخر سقوط بقايا الحبل السري أمر لابد أخذه بعين الاعتبار وعمل التحاليل اللازمة لمعرفة السبب. في بعض الأحيان يكون ذلك نتيجة لعمل بعض الأمراض الموجودة في هذه المنطقة، ورح نذكر بعض الأمراض، منها خلل في عمل كرات خلايا الدم البيضاء لمدة قد تصل إلى أشهر أو ما يزيد. ولكن لصاحب هذه الأمراض أشياء أخرى مثل تكرار حدوث التهابات صدرية أو نزلات معوية عند الطفل المصاب. أيضا قد يكون موجود في نفس المنطقة وجود طفح جلدي أو خوارج بدون صديد على جسم الطفل. وفيما يختص بالسرة، هناك أمر آخر لابد من ذكره، وهو أنه في بعض الأحيان يكون هناك شيء مثل قطعة اللحم الصغيرة، وتكون هذه المنطقة بارزة من السرة بعد سقوط بقايا الحبل السري. في هذه الحالة يجب عمل أشعة خاصة، أشعة تلفزيونية على المنطقة. وأيضا حيث أن هذه ممكن تسبب نتوء، غالبا ما يكون بقايا هذه المنطقة أثناء فترة نهاية الحمل. ويتم استشارة طبيب جراحة الأطفال في ذلك الأمر لكي يتم التخلص منها، أما عن طريق المضادات الحيوية أو عن طريق عملية جراحية بسيطة جدا من قبل أخصائي الجراحة. أتمنى أنكم استفدتم من هذا الدرس. كان معكم الباحث خالد بن سعود الحليبي.